يدار الله إليك أكل أخوي أكل أخوي بصحة والراحة ما عدتوش من الميدوز كل مع راسك ما باش عارف عشان جاك يحكم الله عاد كيحكم لك دير بلا خير انت على جيب شو راجب شعر واحد القصيرة قطع لاصقة فيا جبت جيني شوف فين غتبقى تشاق في هاد الوقت شرا لا في قصيرات لا في طاولات شرا العيلة الشيطان وسدو عليه بقرع هاي بقات لاصقة فكان تولي شي غيطول على 5 سنين الله يحفظو على من ناجح ترى مشكل هاد الوقت كي ولات مع الدريات الله يحضر السلامة وصحابي امين الوالدة قالت لي تخلى هذا الشيء ديالك تعال جابك تانا بحالك انا ما جايبينيش على قصار راك تا مسافر تا وليد سامع خاطف الريح شدو لي امي باش جيت عندو دابا خاص تشد الدريات عطا الاقوال عطات الاقوال صحاحة غنخرج ما جات عطات الاقوال غنخرج عطات الاقوال غلط راه نطلع معاك عشيري في ديك 5 سنين ترى مولي الوقت شو ما هدرش كل بعدا باش مشينا شو شبعان باك اصاحبي مالك اصاحبي ياك ما مريض ولا شي حاجه لا لا هاد الزاير عليا قلبي شويه وما تشكيش اخويا ارتاح شويه راه باين اخويا بقيتي كتخمم بزاف ارتاح لك شويه ان شاء الله ياك ما نعطيك المهم شي حاجه انسى مسكين الله يدير ليه شي تعويره يا ربي لا تلقس ريحه مسكين تيجي تيديك ماشي موت عبد الجليل اللي طيحه تما هي مسكينه ما عرفتش منها تيجي تجي تشوف خالتي ما كنبس ما قال الوالده مات ما كنبس من دخل الدار ياك من دوك الصباح ماشي بس اسمعي هاد عبد الجليل اللي شتوه فين هو الدري ديالو؟ هاد عبد الجليل جات الام الدريه دارت شكايه بان خطف لها بنتها هاد عبد الجليل ما عندنا حتى دليل عليه واش قلب لنا التليفونات ضاع كاين بعضياتهم غادي مقصرين في التران غادي كلشي وكتجي الام ديالها كتقول لك بان عبد الجليل خطف لها بنتها 48 ساعه عطيونا شي دليل صراحه الشرف ما بان لك شي دليل ملي ما كانش شي دليل طلقوا السيد يمشي بحال هكا هذا كيجمع على قبل ديك الدريه قصيره غير فيها خطيب ديالو هذا غتقدمو غدا المحكمة وطلع لي عبد الجليل دابا هادي داك مينوط ماشي سيدي رجع شويه اللور زيد ريح الدري ملي كنتي خاطبها فين ديتيها؟ اكيدو معاك اكيدو معاك الكوز دازهم شافها مشات معايا بخاطر على ما خاطف امها وعلاش ما دارت شكايه بان انت خاطب لها بنتها؟ والله شاف ما خاطفها بالله عيطوا للدري استدعيوه وشوفوا ايش غتقول لكم خاطفها انت ما تقولش لي ما خاطفها خاطفها لا حول ولا قوة الا بالله عموما داخل الجامع سيني نو تحت سير بحال هاكا سيني نو سيني سم نو سير بحال هاكا بغينا غير نعيطو عليك
انا ديما غتبقاو تجيبوني مدلوم ديما ما ندير والو تبقاو تظلموني. نوض دابا نوض تقعد دابا بلاتي دابا انا راه ما ندير والو تقعد تنجو معاك تقعد دابا بلاتي تقعد تقول لي بلاتي ما بلاتي تكوني ضربني ريح بلاتي زيد تريح ريح دابا ريح لا بلاتي زيد تريح ريح تهضر معاك انا تخرج عيني فيا خرج عيني الاول وانا ديما محاقر عليه بغا نعرف مالك معايا انت انت اش شفار فين هو الشفار انا باش شفار انا وانت انا خلاص خصك بين يديا اها انت محسن ومرحبا ملي غتحصل هذيك الساعه غتكون هضره يا نو تقعد نو مرحبا سمعتي تقعد وسير الله الله يعاون نعاود نبغيو نهار يبغي الضابط غادي تجي مرحبا ومستجيب غادي تجي مرحبا يلا زيد خالتي باقا خاصك شي حاجه لا بنتي ما خاصني شي حاجه دابا شويه الحمد لله يعني انا خليك اخالتي نتكي شكرا شمش حلي معاك الباب الرضاعة وليدة شنو غادي نقول لك انا راه ما داير والو ولا تيقي فيه انا متيقه فيك ديما ولا كيراقبك الوقت مع شنو غندير ناس لهنا انا حاسك الله يسلمك الله يرضي عليك الله يرحم ربي يعاونك ربي يعاونك والدي سمعني شفتني والدي بغيت نهدى بغيت نبكي بغيت نغوش بغيت نفقد الذاكره بقيت باغي نقعق على والو نمشي على كمومتي شوف اولادي انا بغيت رداتي وبغيت تحيد عليك الشبهات حيد ولدي هادشي اللي في شعرك انا راضي عليك باش ترتاح وتفرق لك فرقوا على ميمتك انا معاك في اي حاجه انا راضي عليك عندك الصحه الوالده هادشي جايب ليا الشبهات وكملنا لقدام غنعرف اش كنت كندير ان شاء الله ما كنتش كنعرف اش كندير ياك ولكن دابا الوالده غنعرف اش كندير الله يحفظك نمشي ندوش ونحسن الوالده ونعرف في حياتي فين غاده وطريقي فين غاده رضاتي معاك الله يرضي عليك الله كنصوني عليا ديامات وما قدرتش نجاوبك حيت كنت مبارطه تشوف لا لا ماشي مشكل كنصوني لك بغيت نشوفك حيت توحشتك بزاف حتى انا توحشك حتى الغدا ان شاء الله نصوني لك شويه يمكن نتشوف واخا انا غنتسناك عندك ما تعيطش ليا غدا لا لا ما تخافيش غنصوني لك Votre correspondant n'est pas joignable pour le moment. Merci. Essayez ultérieurement. Orange, تشكركم على مكالمتكم.
واش يدير عندكم هذا؟ كنا غادي نتيرا غادي انا ما واحد بلاش بلاتي نهضر عاد نسولك انت اش كدير والله الا كنا سياف غادي نتيرا خاف انا التيرا باش غادي بهادو ورا التيرا كيسعلو في التيرا ولكن باش لقيتو ولا بغيت ترمى على هادشي والله التيرا نسياف التيرا واخا وانت والله شاف حتى غادي نتسافر ديما في التيرا اجي هبط لي جوج تقدمو كيفاش حي الشر ملف او الدرب خبانا الشر ملف او الدرب راه ما كنعرفش او الدرب شفت بحالك اخويا راسي بحالك شفار بغا يشفر شفار انا نوريك امرك صور اخونا اللي كعك انا برا باقي فيه التخزاز باقي فيه التصرمي حتى يلا نشوف حالاتنا انا نتا يلا نمشي يلا فاش كتفكر السلام عليكم السلام ورحمة الله الدراري مكاينين الدراري مشاو للمدرسة ساكن وكلتهم داك دغيمة الباشا من البارح وساكن بصاغة مشاو علاش ما كاين ما درتي حتى حاجة شنو درت حاجة جبتي شي حاجة واش ندير الحاجة واش سطيتي وشناهو دابا انا شناهو نمشي للحبس مانيش للحبس تاكل مجد كلمات الحبس 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 صافي ولفتيها ومشيت مشيت دفعت الموطور المؤسسة باش ناخذ موطور باقي ما خديتوش مشيت ومشيت ندبر على خدمه ما لقيتهاش بغاوش يدخلوني واش غندير انا نمشي نشفر هادو عندك باردين عرفتو دار ولاد ما عادش خدم الرجال كيجيو مفنص وانا فين ما مشيت كيقولوا لي ما كايناش خدمه شكون غيخدمك في هذا الوقت عندك صوابي داك الشيء علاش ما كايناش خدمه وهاد صوابي انا كنتسنى اش بغيتيني نمشي للحبس عاوتاني الحبس ما قد حبس سيصير بلعد بلوش طاراج مسيصير تجرك عاش وطلب الله يجيب لك شي خدمة تخدم فيها وانا ما لقيتش بالبديل ما لقيتش بديل قارتيني
قارتيني دراجة، قارتيني يكون عندك وكنت مخافة مشي لدارنا، ولا نبقيت معاك نهار، ولكن داروا بها يا الدراري ما عندي ما ندير. وأنا أش غنقول لك أنا فهمتي؟ أنا راه عايش، راه بقى لي الشانطي، اللي كان مشي للشركة اللي كندفع لها ما كايناش خدمة، وأش غندير أنا؟ راه مشي للشانطي غنمشي ندبر على راسي. سير مشي للشانطي. هذا هو اللي كاين. سير قضي سير سير جيب شي قفة صافي. خذ راجي مشي شغل، داوي حاضرين الحبس الحبس، قارتيني بهذا الحبس. عندك ساردس اليوم مالك وانت تما راه غندوزهم يلا شديتهم من عند واحد خير يا صاحبي ترى ما بقيتش كنشفر صاحبي واه علاش بغيت نبيع لك انا عبد الجليل سير صاحبي تبيع لي مونتي بدا اخر مره قطعت على بحال هادشي هذا وقف تماك اخويا وقف وقف تماك صافي عشير كاين انا شفتك لهاد البلاصه هادي حيت ما باغيش بنادم يشوف انا باغي نبقى بوحدي بغيت نعرف واش ما مرتاحش معايا ما انا اخر شويه تهضري بغيت تحط يدك هنا واش هضري في فمك بغيت تحط يدك انا راه نفسي وما مرتاحش مع النفس ديالي وما مرتاحش معاها بقى نرتاح مع الدريه ياك عبد الجليل وخليك على خاطرك ما تنساش بلي انا راه كنبغيك وغادي نبقى نعيط لك اجي 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 مديش عليها عندي مشاكل بزاف عشرة على ساعة انا ما بقيتش عارف من الليل من النهار من الصباح من العشية ما بقيتش عارف وين انا بحال شي طرومبيل كطول كنت سمعها توقف راه هو انا شي واحد ما غيحس بيا عبجيل انا حسيت بيك غير ثق فيا وعاود ليا صراحة راه ما كاين ما يتعاود انا كنحس براسي مخربق وكنحس براسي مشوهد شي مناش الله واحد يلا تحط لي يدك الضحكه ويلا نعفطو طرابيش كتبعنا اه فلان نقول لك راني الحمد لله الحمد لله على كل حال ما وي صافي سيري تنعيط لك تنعاود نعيط لك واخا ما كنسمع كلمه وكلمه ما كنسمعهاش يلا سلامه تليفون مخرجش عندي خالتي من الصباح والالو ما تالو انت ها هو تليفون خدمي به يلا يلا انا غناخذ انا نخدم لك صح كضر منيتك انا نجي عندي ما نعرفش لك صافي بدي اللقاء
ملي كتكون الفلوس راه كاش انا كنافيك وانا راك عارفه بنادم ما خدام ما والو الوقت الوقت صعيبه وهادي راه ملي كيكون راه حنا شي الروف وما كاينش راه ما كاين والله التليفون هكا دابا الزياخ هذا بعدا اه ويه على راجلي حبيبي وتاج راسي يعني خطك عليا زمان ويلي بغيتي نعرف شي مع ابني ترى فاطمه الله يحفظك يا فاطمه راه الخدمه ما كايناش كندفعوا للخدمه هي ام فاطمه الله يخليك والو والله يصوب وصا امين الله يفوق ليكم امين ام فاطمه الله يحفظك صافي هاني هاني بخير ترى دينا بخير وانا دير لنا شي وفاء على سير كون هاني ويلي شي وسكتي ها هي الاولى سنارة تاكلك كل حد مخرجك في عيني نحطك ايه ايه يا لالا انتي عمري وانتي بيبي وانتي ما بلو ايه ايه يا لالا انا وياك انا وياك نديرو حلا لالا ايه يا لالا انتي عمري وانتي بيبي وانتي ما بلو ايه ايه يا لالا انا وياك انا وياك نديرو حلا لالا صراحة فوشي عليك كان خاسني هاد الدورة يضربني في البال المهم سير طلع الطوموبيل شكر دير البال مع السوق وانا غادي نمشي لتاتا تشوف شنو صوني هنايا يلا تمام راسك جلال واقف جلال واقف جلال واقف جلال شعيب واقف جلال صاحبي تنعيط لك صاحبي انت فين غادي يا صاحبي خبرتي يا صاحبي صمك لا انت لا اختك لا برايل تليفون تروح حسك فين صاحبي كاين شي ميت تعاود شي ميت قال مالكم سير اخو بلاصه هاد الموطور هذا واجي نعاود لك سير بلاصه بلاصه مالك كلش كاين الشطارات مالك خويا عبد الجيش غنعاود لك اني لله وانا اليه راجعون ولكن انا عارفك انت ماشي وسكا انا عارفك ماشي انت وسكا متقولش ليا الوالده ديالك ماتت وداكشي علاش اختك ما جاتش عندي برا عندي هذا هو السبب شنقول لك اخويا عبد الجيش ماشي الوالده اختي اللي ماتت اخويا عبشير اختي اللي ماتت اخويا عبشير اختي اللي ماتت اخويا عبشير اختي اللي ماتت شعيب مقولاش شعيب انا السبب شاش اختي مش انت هو السبب انا السبب مش انت هو السبب قدر الله مش انت هو السبب يا صاحبي ريح دابا باش نعاود لك اخويا عبد الجليل ريح 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 واش غدير ريح خويا عبد الجليل واجي دابا باش نعاود لك شي نهار كنت مجدود خو ادريا مسكينه بغات تمشي باش تبرأ الساعه جاتني الخبر ديال الوفاه ديالها وماما فين هي دابا راه خارجه واش عارفه بان الوالده شكون دابا واش انت متاكد من هادشي اللي كتقول لي متاكد بلي سمعتي ماما هي دارت هادشي كامل متاكد اختي ولكن ماشي بعيد يقدروا يكونوا شادين على داك المشكل شوف هبط جيب لي لي فاليز انا غنمشي دابا للكوميساريا فينا ماجد في الطريق خويا ما لقيتش ما نقول لكم ما لقيتش باش نجاوب الدنيا دارت شويه اختك مشات صاحبي مسدود الحياة تبدلات ما عرفتش شحال ما عرفتش عطيني انت شنو غندير عطيني الحل قولي اش غندير قولي اش غندير اللي غدير دابا والديار ديال الله سبحانه وتعالى غترد بالك من داك البوليسي لانه عنده ايد مع الوالده ودين انت جيت للدار
هادشي اللي غدير دابا، فهمتيني؟ وسمعتو باغي يصيفطك للحبس بأي طريقة. شكون؟ السلام عليكم. دير بخير، مسا عليك، شد بخير، بارك في راسك. شد بخير، هاني شد بخير. الله يحفظك، الله يحفظك. تفضل مرحبا. سمحي لي جيت عندك في هذا الوقت هذا. مرحبا بك، ماشي مشكل، جلس تفضل. شنو تصاوب لك شي حاجة ما تشربش؟ لا ناقصي ناقصي، مرحبا. يلاه جينا في هذا الوقت هذا، ما شي داير في هذا الوقت هذا. مرحبا بك، مرحبا بك. مشات لي بنيتي العزيزة الكبيرة، هي اللي عندي مشات لي، كانت معمرة عليا، مشات وخلاتني. أنا حاس بك، كيما حرمت بنتك، غادي نحرمو بحياته زعما. الشمس مابقاش يشوفها. خرج لي على بنتي، كنت كنقول لك غادي يخرج لي على بنتي، بقات تخرج على الشم كامل. ضيع عليا في شبابها وغصب عليا في حياتها، جات صغيرة مسكينة بنتي وخبات. دابا اللي عطا الله عطاه، اش من الحل اللي غيبردك انتي؟ واش نقول لك، كيما ضيع عليا بنتي، بغيتو يضيع شهوة في حياتها. المشكل جبناه وما لقينا حتى شي دليل عليه، حتى من الكاميرا ديال التران شفناهم ما لقيناش شادة صحة. التليفون اللي كان قلبنا تليفونو، لقينا ميساجات بيناتهم عاديين. اول مره كنشوف شي شفار، ما كيخليش الدليل وراه. هاد المره غير يخلي الدليل وراه وغنهنيك منه. انا عارفك ما لقيتش حتى دليل وراه، ولكن تنتيق فيك. كوني هانيه على قبلك، غنجيبو غنجيبو. يعني خطط عليا وانت ما شفتش منك الا الخير، فهمتيني؟ ما شفتش منك الا الخير. دابا نعاشك، يلا بات معايا اليوم، من بعد غنعرف شغندير. عبد الجليل غير خليني، والوالدة حاقدة عليك، وما بغيتش نزيد نزبد لك الصداع. ركب على موطورك ورد بالك. عبد الجليل رد بالك مزيان، راك عارف منين نرد بالك. بغيك تكون راجل مع داك خينا. سير، الله يسهلك. دويش معاك، راك عارف. سير، الله يسهلك. اش غنديرو عشية في التواش دابا؟ حاجة باينة عشية، ثلاثة ديولي وجوج ديولك عشية. واحد الحنان راه مريض عارف منين جاي. ها هو واحد الدغيا ديالي انا. نبرزو السيد موقع 41 41. جيبو هذاك، هو هذاك الشيء، جيبوه ليا. جيبوهم ليا.
زهرة؟ بابا اش هادشي هذا؟ اش هادشي؟ زكيتي يا زكيت؟ جيبي شي ميكا شدها الترانسميسيون فاطمة زهرة لما حليتي الباب؟ بابا انا ما حليت الباب حتى شي واحد اصلا ما خرجتش ما سمعتي الباب تحال ما سمعتي تخرجيش ما سمعتي شي حاجه بابا انا كنت كنحفظ ما سمعت والو ما حسيت بوالو الراديو سدي الباب وسيري دخلي انا جاي يطلع عندي البيرو دابا 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 يجي عندي دابا بغيتو وي الشيف الحاج شوي بغيتك واحد لافير مرحبا الشيف انت امر ولا نفذ كنت غادي للدار ولا لقى هادشي قدام باب الدار عندي الشيف ما تعمرش راسك بهادشي اصلا حنا عايشين مع المجرمين هضرة هديل خاصني نعرف شكون اللي حط لي هادشي قدام باب الدار اشنو المطلوب مني انا دابا الشاف مطلوب منك غتبقى لي بحال هكا سيفي قدام باب الدار 24 ساعه على 24 ساعه هادشي بقى بيناتنا يلا تفضل يوم الوعد انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة واجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وما أنتم إلا بشر مثلنا وما إذا هم خامدون يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق الله العظيم اللهم يا رب ارفع لها الدرجات اللهم يا رب امحي لها السيئات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا رب أنزلها منازل الصديقين اللهم أنزلها منزلا مباركا عندك وأنت خير المنزلين اللهم يا كريم أكرمها بلقائك اللهم يا رحيم ارحمها برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء اللهم يا رب اجعل لهم فرحون وريحان وجنة نعيم يا رب ارحمهم برحمتك وأنيم عليهم برحمتك وادخلهم الجنة برحمتك اللهم شفع فيهم اللهم بارك لهم في زيارتهم اللهم بارك لهم في خطواتهم اللهم بارك لهم في ترحمهم اللهم بارك لهم في مجد الو وي راه حشيت في البرد شويه داكشي علاش ما قدرتش نجاوب واخا انا حدا البحر جا عندي
جاني البرد وكيل ما لقيت فين نفكر يلا نحيدو. كنت نتمنى نشوف ماكو شي حاجه صراحه ما في ميه غنمشي ورايح وبغندم معاك انا رايح هو اللي انا باغي نهضر معاك عبد الجليل اش قصاي قولي شنو نحب الخاطر جيك صراحه محتاج لك هاد المره وبغيتك توقف معايا لا يا ودي نوقف معاك في الدو برجلي انت غير قول لي واش خاصك فلوس ياك غير قول لي شنو كاين ما تحسمش منه لا ما خاصنيش فلوس ملي ما خاصكش فلوس واش باش نوقف معاك نهار تشد صاحبوني كيجيني تأنيب الدامع وانتي عارفه مشدود بسببك بغيت ندير المستحيل باش نخرج والحل الواحد باش يخرج حيت اللي غيوقف معايا من غير هادشي علاش مقلق هذا راه موضوع حلو ساهل غير قولي شنو ندير وانا معاك حد صاحبي مخرج حتى حاجه ما ساهل خاصك ديري لي تنازل الا بغيتيني نكون فرحان نكون احسن انتي عارفه مشدود بسببك وانا برا ممكن شو انا برعني وكنشوف فيه وسط الحبس وانا كنضوع اخوك مكتباش لي الحب ما بغيتي لي النساء خاصك ديري لي تنازل على قبلك غندير لي تنازل وغندير لي احسن محال وغير ضحك راه هادشي علاش عشتك عنك عرفتك ما غترديش لي فوت العوبير خرجتي اجي ساكت لاله جميله مرحبا انا في البيرو ده اهلا السلام عليكم مدام كيف دايره في الدار عليك هانيه الحمد لله تفضلي شكرا كيف دايره ساعدتك كلشي مزيان الحمد لله بارك الله اش حب الخاطر اختي جميله الحمد لله جات عندك على قبل ديك القضيه الاخرى هي القضيه بالقضيه على قبل ذاك الدري اللي كانت عليا السلسله نهار نعس في السبيطار اللي كنت شاد القضيه ديالو مرحبا اش بغيتي ندير معاك بغيت ندير ليه التنازل وبغيت نخرج في اقرب وقت ممكن وبابا كاش غنديرو معاه واش غنقولو ليه هاد القضيه ديالو القضية ديالك وانت عارف شنو غادي دير صافي كوني هاني بغيتي يخرج غيخرج تبارك الله عليك الله يبارك غلطان عليك كل بلاش اجي شوف واش تمشي من والله ما داير شي حاجه حتى تما تعرف شنو كاين انا غنشوف تما غتعرف شنو كاين والله ما داير شي حاجه واش غتمشي تما وغتقول لهم هذا دراهم ريح الارض والله ما داير شي حاجه تسكت كاع كنا تقولوا لي تجيو ما تجيو واحد زين قلنا له ما داير خروج سيدي موقع 41 41 باقي يا فما كنا 41 مباراه والله في 41 اشتري الملكي 43 الو السلام عليكم انا سعيد وعلى سلامتك
ربع العشيه يخرج. اها مرحبا. واخا زي عجل شكرا بزاف. نعم. الو الو عجالي صباح النور. صافا غير الله قطع معي المحامي دابا، راه صافي راه الدري غادي يخرج. يمشي عيط لك دابا. اه يلا قطع معايا دابا التليفون. ويمشي قال لك غادي يخرج. اه ان شاء الله في العشيه غادي يخرج. صافي في العشيه تسنيني بديك الكافي ديال الطريق الكبير، تسنيني تما ومشي عندو. يلا اوكي غتلقاني كنتسناك فيها. يلا يلا بيجو باي باي. عرس على الوكيل احترامات احترامات نعمس احترامات. أنا توصلنا ساعة الوكيل بمعلومات، دابا كنتسنى كاع عطينا الأوامر باش نخرجو. احترامات نعمس احترامات ساعة الوكيل. ألو شوف الله يرضي عليك، كل الضابط بجمعية العلي دابا الفيرو باغي. تفضل راحة تفضل ريح سيدي الباب. وجدتي لي راسي اللي غيخرجو معانا مسرع جريمة. معانا سيد موجودين الشاف. هدوسي ساعة الوكيل نوض عليا الروينة. واش ليا الدراري؟ حاضر. حيد الشقب هنا. يلا وليدي حيدوا الشقب هنا. لعبوا شي دار مشي ليها. هل لقيتوا في الادله؟ شاف الفريق ديال الشرطه العلميه راه لقى شي ادله، وان شاء الله مازال غادي يلقاو بزاف الادله. كون هاني الشاف غادي يلقاو القبض على هذا المجرم اللي دار الفعل. واش كاين شي دليل غادي يقربنا للمجرم؟ في الحقيقة الشاف باقي ما لقينا حتى شي دليل اللي غيقربنا للمجرم، ولكن إن شاء الله غادي نلقاو الدليل. كون هاني. إنا لله وإنا إليه راجعون. تبارك الله عليك تبارك الله عليك. كنشكرك. ماشي مشكل الشيخ. كنشكرك. واجب هذا. المعروف هذا المجرم. العميدة تجو هنا. هذوك العديلة اللي صورتها غتجيبهم لي دابا للبيرو. حاضر الشيخ. يلاه. اوكي الشيخ. تي كنشكرك. يلا. ماشي الموطور راه تسنى البردان. شحال الساعة شحال الساعة بقالي ساعة عاد اش غندير؟ اجي نخرج نوقفو شوية على برا ياك ومغديش نشربو هديك الساعة مع الوقت ما غنعرفش. Thank you.
ويلي مالك؟ الروج دغيا حيتها الروج راه غادي لبابا هنا انا بيت هاتي سيدي صوت يلا يلا ليش خزها خزها من العوف غيركم ليه دابا هادي ديالي ولا ديالك؟ كلشي ديالك العوف فين احنا جيني فهاد الأدلة اللي يكونوا كاملين صحاح باين لي الدوسي مزيان غير عاودي راجعي ودفعي للشاف وإلا عاودت لها المراجعة هاد القضية واقيلا ما نسالاتهاش صباح الصباح أرا داك الملف نمشي نراجعو دابا باش نسالي وجي دير للشاف هانيتي عينيهم كلاسر كتلو عيطان رجالة ابنو القاضي خليت برضو ميمو عينهم مسوسة كتلو عيطان سار كلشي كمشي كتبقى غير ميمو عمري دسي دهبك ياو العين واعرة برا قدام كاسي نطا جنارة زوري لهم شعبك ياو العين واعرة جي مرات قدام كاسي جامي مرة زاكاني مو انت غير ما تبكيش ولدك حالك تا يوصل ويربي الريش ربي اللي عالم ما شنو بغيت غير صبري ما بقى قد ما فات اني مشيت انا حاب نكذبش عليك عاتي شنو ما بغيتش عاتي ما كنت سنة شو ما بغيتش عاتي ما فرحة صراحة ناري العوبير خرز شيري فين دمو انا مكره جيبك غربال غربال فين اخو انا سيم شو حسك وحسك عسيف فين اخوي فين عبشي حسين تبغى لي راه سنان سنان العوفير سنان ما تفكرنيش ندخلوا على شي واحد باش لا صاحبي ترى داو من الريش وطايفك الحبس اه والخارج عليك عارفك حاكم لي الاردول اسمع جلو ابلاتي خاطر كلا صافا دبر لي عليها باش ما تدخلني عاوتاني عبد الشيخ غدير اسمع شد هادي غتخرج لي من هنا ها كازا كامله ديالك فين هانيه الله يحفظك ليا عرفتي شكون هي بعدا غير عاودك لابار ديالها سيري طلعي سيري خرج زيد من هنا من هنا يلا عبد الجليل بالباله بالباله جاني دابا البيرو باغيك هادي دابا شتا كامله بقينا كيفاش غنشدوه سهل الشاف كيفاش غادي نشدوه واحد عارف راسو قاتل غادي نشدوه غادي نشدوه أميمة بالنسبه لهاد الجرائم اللي كاينين دوزتيهم في الرباط داكشي علاش عيطت لك وانا عاد الاشاره الشاف حنا دوزنا اكثر من هادشي أميمة غدير التحريات ديالك وتاخذي العناصر اللي معاك وتحضري لي المجرم الشاف انا عارفه الطريقه كيفاش غادي نجيبو كون هاني
المهم هاك طالع على الزميل اللي بغا يدير البيرو نتو العناصر اللي غيمشيو معاك. على السلامة ها الدرب ها الطيماكس ها الاخرى راه مشات بقات هادي صافي هادشي شكرا بزاف اختي شكرا بزاف الله يحفظك يلا ركب ها الكونتاك صافي هادشي ها توصلوا عادي سير يلا ديما على عشيري والدرب ها هو خرج في البالة عاوتاني داخل العاود عند الباب زيد عشير زيد مرحبا وليدة كيفاش زيد عشير خذ واه لا لا زيد عشير مرحبا واه والله يجيك يقولك الدار احسن من الحبس عشير عشي بكذبش عليك باينة ندورك شي عشي أخوي ساعة الوالدة مكيناش تروك الصهر وين رافسة يوم غنمشيو للصهر وين هاي بشر شنو هو الشر تاع الشيء ما تمشيش معايا بحال ما كاكي اليمين تلبس لي شي سيرفيت راه مولفكم شر من العشير او الدعم من خرجتي لبسو اللي بغيتي اليوم انا عارض عليك غنسهر شي سواريه نهرب عشير لا كلاس والهم عشير عارفك باش فوتني شي دم تا ما قلتي ليا والو شنو طرا شنو وقع عاود ليا الشكا مع الخرجه من الحبس فلامه قول لي شنو كاين شنو نقول لك اخويا العوف شلا مشاكل طرا الدري اللي كنت معاه ماتش 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 اخويا العوف طراو ليا مشاكل ضربت فيها 48 ساعه جات بغات تبرعني دارت كسيده ماتش عشيت مشكل كبير في هادشي شنو هو المشكل الكبير لا هو داك الطابات العزي طايح مع موت الدرية اللي كنت معاه الله يرحم دابا راه باغي يدير المستحيل باش يطيحني في شي مشكل تلاقيش مع خو الدرية تا هو مسكين ما كيعاود ليا شلا مشاكل طراولي هادي علاش كتشوفني انا هادي راه دير فوق قلبها صعبة على قبلك باش تخرج كنخرج معاها وكنضحك معاها وما عرفتش اش كندير من العالم بها الله هادشي كامل داز لك عشيري ومازال باقي صعب تخيل معايا خويا عبد الجليل نعرف اش كان عندي التحقيق مع البوليس كان هذاك العز خويا محمر فيك واحد التحميرة ما يمكنش كيبقى عليا جبد مول الموطو جبد مول الموطو جبد مول الموطو وتقدر اخويا لاعبين بيناتهم هي ويا بالرجولة هاهي حدا راسك عشيري المهم انا فاش خرج انا معاك فريده ديال انا ما نفوتك شي ما فتينيش خويا انت خويا العوفي انت خويا ما كدبش حنا كنديك من الاخ دابا انت خرجتي انا كنت كنحس بالذنب كبير انت داخل وانا خارج وانا وياك بجوجنا اللي درنا المشكل يعني بيت الكوميسير بقى عندي من داير مع خويا العوفي راه غادي نصعب فلان نقطع له لا 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 ابشر علاش انت عاقل مدبر عشي عندك هذا كبر من جسمك كامل انت عقلك كبير كتفكر مزيان عشير فهمني يا عبد الجليل مازال غاتعطي شي حاجه فهمتي افرح بيها ودير ربنا انا ما نخافش على القدم عوفيه مع داك الطابات الحاسه ديال الاخر عليا شي كدبش عليك عند واحد الاحساس عبد الجليل نسي ليا الطابات المهم نتاعك مرضي الوالدين وكتموج عليك الحمامه خاصنا نتغداو بيه قبل ما يتحشى بيه تغنفة روبيه حنايا السلام عليكم انا غنبدل حيد لي هاد اللبسه انا دابا غنبدل تنو دوش مكرهتش يا فريدي تنو دوش تنو دوش تنو دوش دابا وين غيمشي فين؟ انت لاعبين حنا يا صاحبي تعدي معاه ضرب الصبا هو كاع اما كاطر قاسم
طالع وشين خويا الله يعطيك الصحة فريد جيل وانا كيفي ناضي ها الله يشجعك حتى اللي بغى شي هذه هي الحطه اللي هذه شال شاول قال له لو هي هذه كاين مين يفوت ولكن اي لعيبه كتضربك كتجي معاك شي اسمع يلا عشيري ما عندناش الوقت باش يلا نجيبوها دابا لوحده نجيبوها مع هذيك الربعه الصباح الخمسه نجيو نعس خويا عبد الجليل عشاني كندوش وكنفكر في واحد البلان شنو هو البلان بلا ما نمشيو لعين الدياب عشيري ويلاه خارج وغنوليو انا وياك ماو حاشا انا وياك ما كنتلاقاوش غنوليو جابدين شي صداع بالرجول اللهم راه يحفظ الدار وندير معاك باش نعرض عليك وصافي يا عبد الجليل ولكن اليوم صاحبي صافي مره اخرى نريحو في الدار قبوس ونشرب انا وياك عشيري قيطع قيطع انا وخويا شو الشمس طيب شو شو بغيتي الخاوي يجي خاطر يتقع علينا الراس الوليد عرفتي اش غدير شنو اليوم غنباش معاك في القبوس وغنسكر في القبوس وغنبلبلو ولكن على حسابك على حساب صافي يلا اسمعني ولبس دغيا انا كنتسناك تلقاني بالموطور ديما راه واش سمعك البال سير انا غنمشي معاك دابا واش اجيك مال كاين شي ريحه غتلقاها في الماليه حي يلا فين شوفوكش شوفني عندك مر التليفون مرحبا طردو على لاكارت ناسيونال على لاكارت ناسيونال قلت لك والله الشاف ما عرفتك بالله سير سير حيد سير حنايا ما نديروش حساب لهاد الهضره ويخوف ما شراش يقولوا له قولوا له يا ما عندهمش عقل في بلاصتهم عندهم زماره هادو كاع ماشي غاشي قولوا لي يساعدوك تصور ديال القبيله انا نلوحهم لك دابا صح اي دابا صح تضرب ضرب انا بيه واحد البياسه قدك انا بيه تضرب ترى بياسه شي ديالي هذاك ديالك انا حسين واش تبوقيسه بخير حبط يدك بعدا بخير ممكن نسولك يا ودي مرحبا سوليني جوج اسئله كاع كنسول على عبد الجليل من قبيله وانا كنقلب عليه ما بانش ليا تيسلاش عبد الجليل رضا واجي عشيري داك تسول على خوك عبد الجليل خوك ويلي عبد الجليل خويا وحبيب بغيت نشوف فين كنقدر نلقاه خويا غيكون سهرانة فشي قنت يلا حيدني قدامي مالو خويا شي شريك سول اخو والله بانت لي بحال بنت شي بزناز اخويا انت هادي هو انا ناصب على الخوا دري فشي لعيبه نسى نسى عشيري روح لي تصاور ديك البوليس عشيري اخو شي البركان اكون نمشي ندرنا ليه فين مشى فين لي اخويا عبد الجليل الحفره حفره شل لا لا ماشي زعما ناقصناش مشاكل كومي سير كتصوني كنحس تليفوني كيفيبري ويلي خليها عندي من ندير عشير خرج عندي من ندير شوف نقول له مصلحة بزيد يا عشير كيف نقول له عشيري عقل المدبر شو دمك سمعني دابا ومن اليوم فصعيدا فاش خرج عشيري ما كاين الا بالباله ايه دقوا السكاس عزيز دابا اش غنديرو ما بقاوش صفروا التليفونات غنصفروا بنادم كامل غنصفروا ايوا صاف نسرين انت عارفه شنو غديري انت واسماعيل وخطا راكم فاهمينها مزيان بلا ما نبقاو نعاودو فيها مفهوم شاف هذيك البلان اللي عندي في الكوميساريه غادي تحيدها الشاف ولا لا اسماعيل الا تعاونتي معانا شدينا هاد المجرم غترجع صفحه بيضاء بحال ما كاين والو ويكون خير ان شاء الله توكين انت بقيت
الخمسة لعوفي ولعوف ونشير الخمسة حمام شوف الخمسة صاحبي شو خليني الناس أمشي للعب لعوفي أمشي نجيب فطور ونجي عشي أمشي دابا بتاع ماكس طغي ونجي كده الشمس أنا أمشي دابا أمشي ويا كيفاش قريت التليفون ترا بدربكم انا كيفاش شفت من التليفون شنو بدربكم اصلا تعرف لبن الدرب لا والو اخونا عندك تليفون تري حس عارف كنت كنت انا ما عرفتينيش انا شكون انا ما عرفتش انا ودخلت فوفانا كنت تلعب ودخلت فوفانا وتمشي دايرك لا تلا فوفانا صاحبي راه فوفانا رويجه لا صاحبي شو هما سير صاحبي واش تشوفو قاعد هنا لا بسم الله وخليته مع البوليس لا بسم الله ولا غيشوف كنتي مشاغي ولا لاباس راه غيولي باش نتوما عاوتاني شي بلان جديد انت ريح الله من الله ريح الله اوه